بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلبتي طلبة الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي بكم من جديد للحديث عن مادة التربية الإسلامية، لنقول بأن هذه المادة طلابي هي من المناهج الجديدة والتي أعادت وزارة التربية والتعليم وانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، يستمر المركز الوطني لتطوير المناهج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في أن يكون هناك تغيير وتطوير على المناهج الدراسية بغية تحقيق التعلم النوعي المتميز. لذلك جاء كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني عشر منسجماً طلبتي مع فلسفة التربية والتعليم وخطة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، ومحققاً في الإطار العام والإطار الخاص للتربية الإسلامية ومعاييرها ومؤشرات أدائها. لذلك تتسم كتب التربية الإسلامية بخصوصية تنبع من دورها الذي تؤديه، فهي تتصل مباشرة بحياة الطلبة وواقعهم وتشكل إطاراً مرجعياً لتصرفاتهم وسلوكياتهم، وهي لا تزيد فقط بالمعلومات بل تسهم في تنمية حياتهم العلمية والعملية بصورة متكاملة وشاملة. طلبتي في هذا الكتاب يتألف من أربع وحدات. في الوحدة الأولى وكان عنوانها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي هذه الوحدة كان الحديث عن سورة البقرة والآيات الموجودة في نهاية سورة البقرة وما فيها من سعة على البشر. أيضاً يتحدث عن السنة النبوية وموضوعاتها ومكانة السنة النبوية، كما يتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وما لمقاصد الشريعة الإسلامية من مراعاة لمصالح البشر وعن اليوم الآخر وأحداثه وآثاره. أيضاً جاءت الوحدة الثانية بعنوان ليتفقهوا في الدين، وهنا طلابي بعنوان ليتفقهوا في الدين كانت لها حديث عن القصص القرآني بالسير النبوية وعن رضا الله تعالى، وهو حديث نبوي شريف. أيضاً تطرقت لموضوع الطلاق والعدة في المجتمع وما لأثر الطلاق من بعد وقوعه في المجتمع من آثار سلبية أو إيجابية على الفرد في بعض الأحيان. أيضاً في الوحدة الرابعة جاءت بعنوان وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهنا كان الحديث عن عدة موضوعات منها موضوعات سورة الأعراف، رسائل النبي إلى الملوك والزعماء، أيضاً الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والتعايش الإنساني. وفي الوحدة الأخيرة وهي الرابعة جاءت تحت عنوان وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هنا جاءت في حديث النبوي عن اتقاء الشبهات المذاهب الفقهية الأربعة، خصائص الشريعة الإسلامية ومنها الوسطية، أيضاً عن مواقف الإسلام من التلوث البيئي. هذا طلابي إذا ما تطرقنا لموضوعات التربية الإسلامية المذكورة في الكتاب نجد أنها حقاً هي تتشابه، وهي يعزز محتوى الكتاب مجموعة من الكفاءات الأساسية مثل كفايات التفكير والإبداع والتفكير الناقد، الكفايات اللغوية وكفايات التعاون والمشاركة، وأيضاً كفايات التقصي والبحث وحل المشكلات. ولا شك في أن ضمان استيعاب الطلبة هذه الكفايات واكتسابهم إياها يتطلب بعض التغيرات والتطوير لطرائق التدريس وآلية التقييم المستخدمة في المنهاج.
لذلك طلبتي جاء هذا الكتاب وهذه النسخة الجديدة هي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لبناء الشخصية لدى الطلبة وتنمية اتجاهات حب التعلم ومهارات التعلم المستمر لديهم. لذا طلبتي في الكتاب أنت يعني تستطيع أن ترى الكثير من الموضوعات المطروحة والتي تراعي المصالح العامة ومستوى تفكير الأفراد والطلبة، ولذا هو يراعي ويقدم أيضاً فرصاً عديدة لأسئلة ومواقف تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة إلى توظيف المهارات والقدرات والقيم بصورة تفاعلية تحفز الطلبة وتستمطر أفكارهم فيصلون إلى المعلومة بأنفسهم تحليلاً واستنتاجاً. لذلك طلبتي بهذا الموضوع تحديداً لابد أن نركز على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، لذلك في الكتاب هناك العديد من الأنشطة التي تتطرق إلى البحث والتحلي والبحث في المادة العلمية والاستسقاء والاستنتاج والتحليل للمعلومات الموجودة في المادة العلمية، وهذا طلبتي يساعد في عدة أمور في منهجية الحياة وغيرها. لذلك إذا ما استعرضنا العناوين المطروحة للكتاب ستجد أن هناك موضوعات مهمة في حياتهم اليومية تخصهم وتخص مستقبلهم في الحياة، كسورة البقرة وما فيها من آيات تعزز على رحمة الله، تعمل على مكانة السنة النبوية الشريفة، أحداث اليوم الآخر كما قلنا، سورة الأعراف وما فيها من موضوعات للآيات من 31 إلى 34. هذا طلبتي مجمل الحديث عن كتابي التربية الإسلامية الجديد وهو لجيل 2006، متمنيا لكم التوفيق على أن نلتقي بكم في موضوع ودرس جديد من موضوعات التربية الإسلامية. شكرا لكم ودمتم برعاية الله.